السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم؟ ورجعت لكم بمقطع جديد بلعبة جديدة بعد انقطاع. طيب، اللعبة دي اقترحها علي واحد من الشباب في ديسكورد، فأنت لو مش في سيرفر ديسكورد انزل تحت في الوصف هتلاقيه، ويلا بينا نبدأ نكتشف اللعبة. باختصار كده، أنا معرفش حاجة عن اللعبة، اللي هو كل اللي أعرفه إن هي اللعبة عبارة عن إن إحنا لازم نعدي المرحلة بجليتش، يعني هنعدي جليتشات بس. فخلينا نشوف مع بعض. أوكي، تمام، إحنا في صندوق. Hello. You're probably a little confused, but don't worry, you're not dead, and you're not in trouble. Actually, the opposite, we are recruiting you. Based on this huge list of bugs that you exploited, I'm guessing you've probably already figured out that you have been living in a simulated reality. What you're in right now is a testing environment, okay? Not because we're testing you, but we want you to help test what we've built. So I guess I'll let you get to it. Try to find some bugs, break stuff, do what you gotta do. تمام، بيقولنا ان هو اللي قالوا لنا ان هو احنا في مكان في واقع افتراضي ولا حاجة زي كده، وان هما بيختبرونا او حاجة زي كده، ان احنا ايه نكتشف المكان. فبيقول ان انت لازم تكتشف الاخطاء وتعدي بيها اللي هو البجز. فخلينا نشوف. اوكي، انا لاحظت وانا بتمشى ان في حيطة هنا بايظة، مش عارف والله. واو، انا كنت ببص على دي بس انت وضحت. ما خلاص شفتها، بيقول لي ان في واحدة من الحيطان مش مظبوطة، بس يعني بقدر اعدي من خلالها. اوكي، هي دي. اوكي، بس انا عشان شفت اللي تحت دي مش مظبوطة. ما علينا، هو شكله غلطة. تمام، دي المرحلة الثانية كده. انا حرفيا ما شفتش اي فيديو للعبة واول مرة العبها، عشان ما حدش يقول لي غشاش. اوكي، عدينا المرحلة الثانية. هو اصلا لسه بيشرح، انت لسه هتشرح، احنا عارفين الدنيا. اوكي، المرحلة اللي بعدها. تمام، I'll help you out if you get stuck. Let's see what you can do in this next zone. تمام، بيقول لي هو اسمه مستر جي ومش عارف ايه، وهيساعدنا لو اتحبسنا في المرحلة وما عرفناش نعديها. طيب، الأغنية صوتها مزعج. طب احنا نطلع فوق دي يعني وننط كده؟ خلاص مش هنوصل. طب نط في الزاوية اللي هنا. اوكي، بيقول لي انت تقدر تمسك الصندوق بيقول لي تقدر تمسك الصندوق بيطير. يقول لي تقدر تمسك الصندوق وتنط من فوقه، بس انا وقفت فوقه وطيرني. فا اوكي، خلاص عرفنا الحل بتاع دي. الصندوق بيطير. طيب حلو، خلصناها المرحلة دي، خلصناها. انا عايز الصندوق ده عشان بيطير. تمام، خلينا نسيب الصندوق ده نشوف اللي بعده. اللي بعده. اوكي، انا عايز الصندوق اللي ورا ده. مش حاطط لي مكان للايم عشان اعرف ايه ده، ما اقدرش امسكه. لا لا، اقدر امسكه. اوكي، you are actually a computer program too, so sorry about that. ايه بس كده، البسيطه دي، البساطه دي. اوه، عايزني ينفع امسك ده؟ طيب هو ده ينفع امسكه من بعيد ولا لا؟ بس عشان انا الايم مفيش علامة بتاعت ايم على الشاشة. طيب، ينفع امسكك من بعيد؟ خليك كده، ما اقدرش. To pause the game. So just letting you know in case you need to take a break or something. Not that it has anything at all to do with the gameplay or anything like that. I mean the testing or whatever. Okay, لم تزبط معنا.
مش عارف اعمل ايه. طيب ينفع اعدي من خلال ده؟ لا. طيب انا محتاج. اوكي، هو اللي انا سمعته ان هو قال لي ان انت تقدر توقف اللعبة بانك تدوس على زرار الاي، فانا جات في بالي فكرة مش عارف هتنفع ولا لا، ان انا اوقف على ده وادوس حرف الاي واوقف اللعبة وامشي. ايه واللعبة واقف ونفعت صح. اوكي، هو قال لي ان هذه مش حاجة مش مهمة، بس انت ممكن توقف اللعبة لو دوست على الزراير دي، يعني عشان لو عايز تاخد بريك ولا حاجة. اوكي، شكرا على المساعدة. طيب انا لو وقفت، لو وقفت كده اقدر. طب خلاص خليهم يجوا I'm just يجوا looking at جنب this بعض list of exploits you found in your universe. بس كده. اوكي، بعدين بعدين كده بالسهولة دي. Infinite money, nice. اوكي، في طريق هنا What ولا لا؟ does spatial repositioning mean? ايه الدنيا دي؟ مش عارف، كان في حاجة في الحيطة، في زي ايه ده؟ اقدر ادخل في الحيطة يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طيب الصندوق ده لو وقفت كده هيدخلني الحيطة؟ والله مش شايف اي شرح على اللعبة ولا اي فيديو على اللعبة ولا اي حاجة. خبرة هنا، بقات، نكتشف البقات اللي في اللعبة. طيب دي سهلة كده. الله، من كتر السهولة وقعت فيها بوقعة غبية، لكن ما علينا. جربوا. اوكي ماشي كده كويسة، ايزي، نايس، خلصنا المرحلة دي برضه. طيب ده المكعب اللي بيطير. طيب انت عايزين نعمل اللي نطلع فوق؟ Wow, I gotta say I'm really impressed so far. Found a lot of bugs that we just did not see. We'll get these fixed and you will get paid. Yeah, you'll get paid. And yeah, you'll get to go back to your universe, you know. Yeah, you already had infinite money, I know that. So I guess this wouldn't really help جيب that much. الصندوق اللي هناك ده ازاي؟ تعال هنا، We could تعال هنا. offer you vacations to other. في مشكلة في الصوت You can hang out بتحصل with مش me. عارف. That would be fun. We can. طب أنا لو وقفت اللعبة وسحبته Outside of work, I know there's like a work relationship here. Like, no, we don't have to hang out. I was just saying, like. طيب اوكي، انا If في you want to حاجة. hang out, it's no big deal. طب ما سمعتوش قال ايه المشكلة؟ But continue on. You're almost done. You're almost done with work today. As am I. I get to go. Well, actually, I don't get to go home. I don't have a home. ايه ده؟ دي on حيطة. this program here, but. اوكي انا نسيت ان انا اقدر صح اوقف اللعبة واخد. اوكي اقدر اعدي بس ما اقدرش اخد الصندوق. اقدر اشيل الصندوق؟ الو صندوق. طيب تعال هناك. بس استنى، انا خايف ان انا لو رحت هناك ما اعرفش افتح الباب ده تاني، لان اللعبة واقفة مفيش اي صناديق زيادة هنا. لا صوتها مزعج. خلي لا يدخلني في الحيطة، تعال دخلني في الحيطة، مش عارفة توديني فين. اوكي مش نحل الناحية دي، هنشوف الناحية التانية بسرعة. هو حصل حاجة، بصي استنى خليها يجي يخبطني مرة تانية. يلا اوكي حصل حاجة، ايه اللي بيحصل مش عارف. ما تقوليش اللي في بالي ان انا احط الصندوق على ده ويروح يتضاعف، عشان هنا دي كلها جليتشات. احنا طلعنا فوق اصلا بالصندوق فما اعرفش. خلينا نجيب الصندوق هنا ونجرب. تعال هنا.
الله عليك يا عبد الرحمن، عايز صندوق تاني. تعالى حطه هنا. اوكي انا اطلع ازاي؟ ادخل ازاي؟ لا استنى، اقدر ادخل يا عم الصندوق؟ استنى، اقدر ادخل. خلاص خلاص كده اتحلت. نوقف هنا، الباب يتفتح، اوقف اللعبة. اوه نو، انا خربت اللعبة. لا لا تمام، بس ناخد الصندوق ده تحت، او الصندوق اللي دخلناه جوه. خلي الصندوق هنا جنب الباب عشان بقى اقدر اخده معايا. وانت تعال هنا وانا اوقف هنا، والباب يفتح ونوقف اللعبة. مش عارف اقدر اخده ولا لا. في مشكلة في صوت اللعبة، بيطلع معايا صوت عالي. اوكي ايه ده، خلصنا اللعبة؟ مش معقول. اوه خلصناها. اوكي كانت بسيطة بصراحة، حلوة. The end. شكرا 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 شكرا. اوكي نقول لي في نهاية. Living in a simulated. Wait, you already knew that, didn't you? Yeah. Okay. Ending. Every game needs a good ending, right? أيوة. This is just a game jam game, so I guess we don't really need a great ending. طيب بيقول لي دي مش النهاية، عايزين نهاية حلوة احنا. So. هنمشي جنب الحيطان كده كلها. Yeah. Oh, here's an idea. We are not letting you go back to your universe, and we're terminating your program. How's that for an ending? Yeah, that's. يقول لي احذف البرنامج ولا ايه؟ Well, yeah, there's no ادمره. Game. You can quit now. Thanks for playing. This was a lot of fun to make. Shout out to Jonas for hosting this game jam. And wishlist, will you snail on Steam? See ya. ايوه انا فين النهايه؟ ايوه يعني في نهايه ولا اطلع؟ After you record 5 or 6, your voice starts hurting. You're like, I can't do this anymore. Yeah. See ya. هو قفل. اللعبة خلصت تمام. وبس. هو قاعد يتكلم كتير في الآخر، وقلنا إن اللعبة خلصت، وطلعنا لوحده برا. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم. لعبة بسيطة قال عليها واحد من الشباب في الديسكورد اللي هو تحت في الوصف جروب الديسكورد. فأتمنى تحط لايك للفيديو، متنسوش تشتركوا، ومع السلامة.